اللون الأحمر والأصفر بيزيد شهيتك للطعام، وهي نفسها تلك الألوان بالنسبة لكثير من مطاعم الوجبات السريعة. ثبت أن الألوان الهادئة كاللون الأزرق والأخضر البارد يعمل على تثبيت الشهية. لا تطلي جدران المطبخ أزرق وأخضر، ولكن قم بتغيير شرشفة طاولة الطعام والصحون وسيعطي نفس التأثير. تأكد من أنك تستخدم رائحة للمطبخ تساعدك على نزول وزنك، فبدل من استعمال الروائح مثل اللافندر، اختر رائحة النعنع. ثبت أن رائحة النعنع مثبطة للشهية. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص اللي بيشموا رائحة النعنع كل ساعتين يقل استهلاكهم 3000 سعر حراري أقل خلال الأسبوع الواحد.